يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام روى. بدي صبح عليك يا هايدي، واكيد صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم رافقينا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم وراح نترافق نحن وانتم ضمن فقرات كثير منوعه وعديده واستفسارات من ضيوفنا الاختصاصيين، بالاضافه لجوله حتكون ضمن المحافظات السوريه لنتعرف على اخر الانشطه الثقافيه الفنيه والادبيه. بدايه نهار حلو لكم، يحمل معه كل شيء حلو بحياتكم، ودائما الرزق الكريم وجبران الخاطر، وان شاء الله بكره يكون اجمل ان شاء الله يا رب. اكيد يا رشا، بدي صبح لك المشاهدية الاخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بداية اسبوع جديد وصباح جديد، نتمنى انه يكون حامل معه كل الخير والصحة وراحة البال مثل العادة. مشاهدينا ساعة وربع من الوقت بالعديد من الفقرات والمحطات الاجتماعية والطبية والثقافية ضمن صباحنا، خليكم معنا. نحن بلشنا ولكن بعد هذا الفاصل وبداية فقراتنا الصباحية، وقبل ما نروح لنستقبل أول ضيوفنا خلونا نكون ببعض التقارير وأولى محطاتنا لليوم. خلونا نروح بذاكرة التاريخ وأهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 23 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1989 هدموا جدار برلين بالكامل، وبعام 1991 انتخاب بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة. بعام 2014 النرويجي ماغنوس كارلسون يفوز للمرة الثانية في تاريخه على التوالي ببطولة العالم للشطرنج بعام 2014. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1837 يوهانس ديدريك فان دير فالس، عالم فيزياء هولندي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1910. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1957 إيليا أبو ماضي، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ رح ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم مع مجموعة من المعلومات اللي عم تكون موجودة دايما ضمن صباحنا غير، خلونا نتعرف عليها سوا وبنرجع. هل تعلم مقدار السكر الموجود في نظامك الغذائي؟ وأن وجود السكريات المضافة يعتبر مصدراً للقلق، ولا بد من معرفة مصدر مكوناتها في الأغذية لتقليلها عبر اتباع مجموعة نصائح، ومنها الحرص على شرب الماء أو غيره من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، أو الحليب قليل الدسم بدلاً من المشروبات الغازية المحلاة أو مشروبات الطاقة. عند شرب عصير الفاكهة احرص على أن يكون طبيعياً بنسبة 100% وأن لا يحتوي على سكريات مضافة، والأفضل من ذلك تناول الفاكهة بدلاً من شرب العصير لتنتفع أيضاً بالألياف الموجودة فيها. اختيار أنواع الشراب والمربى والهلام والمعلبات منخفضة السكر. اختيار الفاكهة الطازجة للتحلية بدلاً من الكعك والبسكويت والفطائر والآيس كريم والحلويات الأخرى. تناول بين الوجبات الأطعمة الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والفاكهة والجبن قليل الدسم ومقرمشات الحبوب الكاملة والزبادي خفيفة الدسم وقليلة السعرات الحرارية بدلاً من الحلوى والمعجنات والبسكويت.
وأول تقاريرنا لليوم حنروح على الحسكة، واحتفاء بيوم الطفل العالمي أقام مشروع سوا لحماية الطفل التابع لجمعية المودة الخيرية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، احتفالية فنية في المركز الثقافي بمدينة الحسكة. بالتفاصيل مع زميلنا أحمد الحمدوش. احتفاء بيوم الطفل العالمي، أقام مشروع سوا لحماية الطفل التابع لجمعية المودة الخيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، احتفالية فنية منوعة في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. الهدف من هذه الاحتفالية هو تقديم بعض اللوحات معرض فني للأطفال، لرسومات الأطفال يشارك به الأطفال. هي مسابقة تم اختيار فائزين منها لتشجيع مواهب الرسم والأشغال اليدوية لدى الأطفال. النشاط تنوع بين الرسم والمسرح والغناء، وهذه اللوحات التي كانت تعنى بأحلام الطفولة تم إعلان مسابقة، ومسابقة للرسومات الأطفال وتقديم جوائز من قبل منظمة اليونيسيف. الاحتفالية تضمنت إقامة معرض لرسومات الأطفال ولوحات منوعة للأشغال اليدوية، إضافة إلى تقديم لوحات مسرحية وفنية وغنائية تعنى بأهمية الحفاظ على حقوق الأطفال، واختتمت بتكريم الأطفال المبدعين المشاركين في المعرض. نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للطفل، هي فرصة أنه أنا أستخدم مصطلح الكبار، أنه نحن الكبار نوحد صوتنا في سبيل دائما الوقوف مع الطفل ومع قضايا الطفل لضمان مستقبل أفضل. القسم الثانية اللي هي حبيت أرسمها عن فن التجريدي والألوان، وأنه لازم الأطفال تكون مستقبلهم كلها ألوان وبعيد عن الحزن والغضب، وتكون كلها سعادة وفرح مشان يعيشوا الأطفال حلوين ومستقبل مشرق. الاحتفالية تشكل فرصة للمشاركين والمتابعين للتنبيه إلى حقوق الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. أما هلا مشاهدينا، فصباح الرواء والهدوء بعيدا عن العصبية. طبعا عم نقول هيك لأنه رح نحكي عن شعور الغضب اللي ممكن يرافق أي حدا فينا نتيجة تعرضه لأي موقف بالحياة. طبعا دايما منقول أنه الغضب هو مو وليد اللحظة، هو نتيجة تراكمات وضغوط نفسية واجتماعية، ومثل ما منقول صار الوقت لحتى الشخص ينفجر مثل ما بيقولوا ويطلع عن طوره وحده. وأكيد ده مشاهدينا، اليوم للغضب في أثر كتير كبيرة سلبية إن كانت على صحتنا النفسية أو على علاقاتنا الاجتماعية، فده مهم يا رشا ثبات الانفعالي. أكيد هادي، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالة طبيعية، حالة اليوم نحن كلنا بنمرق فيها. ما في إنسان ما بيغضب، ما في إنسان ما عنده مشاعر الغضب، الفرح، الحزن إلى آخره. اليوم هاي الحالات كلها طبيعية ولكن تكون بحدود. في أشخاص كتير قادرة أنه تضبط أعصابها وقادرة أنه تكتم غضبها، وفي ناس إذا يعني من كلمة واحدة مثل ما بيقولوا بتشعل نار وممكن تهدم علاقات، تأذي نفسها وتأذي الأطراف اللي محيطة فيهم. اليوم الغضب مثله مثل أي مهارة أخرى بالحياة، بحاجة لإدارة وبحاجة لفن. رح نتعرف على هذا الفن، وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير الهادي، وحضرته مدير مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، كل أوقاتكم صباح الرواء الخير. صباح الرواء الدائم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا هيك بداية نعرف المشاهدين نحن شو نقصد بمفهوم الغضب. هلأ بالبداية، الغضب هو نوع من المشاعر الطبيعية مثله مثل الفرح، مثل الحزن، مثل باقي المشاعر. الإنسان هو كتلة من المشاعر، منها الجيد والإيجابي ومنها اللي نوعا ما هو سلبي. بعض الأشخاص بيفكروا نحن لما منوصي بإدارة الغضب أو إدارة بعض المشاعر أنه نحن عم نقول نلغيها أو ما بدنا إياها تكون موجودة. لا، هو الطبيعي أنه يكون موجود الغضب، لأنه مثل ما حكينا هي مشاعر أساسية بجسم الإنسان، لكن يكون في فن إدارة هذا الغضب نوعا ما. لأنه إذا كان في تفاقم بالغضب ممكن يؤدي لمشاكل جسدية، لمشاكل نفسية معينة. كتير مهم نحن يكون في عنا ضبط لبعض الأساسيات المتعلقة بالمشاعر لما نحن بنمر بمرحلة من مراحل
مراحل الغضب، نقدر نسيطر على هذا الغضب، نقدر نتحكم، نبعد عن الأمور الانفعالية اللي ممكن تقودنا لبعض خليني أقول أفكار معينة أو نتجه نحو أنه نطلق أحكام معينة ولاحقا نندم عليها. لا، كتير مهم نحن نكون على بينة من مفهوم الغضب ونقدر نسيطر عليه بشكل كامل، لأنه هذا بيعود علينا بالنفع الإيجابي إن كان على الصعيد النفسي وإن كان على الصعيد الجسدي. أكيد دكتور، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالة وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، يعني في حالة غضب عامة، يعني اليوم اللي عم يقدر يكون ثابت بمشاعره ثابت بمواقفه مع الناس هذا جدا ممتاز. اليوم صحيح. ما في حدا بيغضب من لا شيء يعني، ولكن هي درجات عند كل حدا. اليوم إذا بدنا نقول أسباب الغضب، هي أسباب كتيرة، هل هي أسباب تراكمية؟ هل هي تربى هذا الطفل أنه يكون غاضب وتركوا أهله من على هاي السجية فكبر هو صار يغضب من أي شيء بحياته؟ هلأ الأسباب كتيرة للأمانة. أولا ممكن يكون أسباب العلاقة بالمحيط مثل ما تفضلتي وحكيتي، الظروف ممكن تخلي هذا الشخص شخص غاضب، ممكن الإحباط يولد عند هذا الشخص غضب، ممكن كنظرة بمفهوم العدالة الغير متساوية لدى الجميع ممكن كمان تولد الغضب. في كثير من الظروف للأمانة، لكن كثير مهم نحن نعرف نتعامل مع مفهوم الغضب. مثل ما سبق وحكينا الغضب موجود، والغضب ما نو فطري دكتور، هو ما نحالة فطرية يعني، ما نو فطري تماما، لكن نحن كل ما كبرنا بالعمر وكل ما مرينا بظروف حياتية معينة، هموم أكثر، ضغوطات أكثر، مواجهات، تحديات أكثر، كل ما نحن بتزيد عنا المشاعر السلبية نوعا ما مثل الغضب أو مثل الحزن. فلذلك نحن كتير مهم نتعلم كيف نضبط هاي الحالة، هاي الظروف اللي لها علاقة يعني المشاعر السلبية اللي ممكن تأثر على حياتنا، ومنها الغضب. كتير مهم لأنه ممكن نحن بلحظة غضب معينة نتصرف تصرف يكون هذا التصرف لاحقا نندم عليه أو يكون يعني ما له مأخوذ بعين الحسبان. ممكن نتعامل نحن مع الغضب بعدة أمور، خلينا نقول نفرغ من خلالها. الإنسان يلي ما بيفرغ مشاعر الغضب هو اللي ممكن يوصل لمرحلة الغضب الشديد أو يوصل لمرحلة فقد السيطرة على الغضب. فكتير مهم نحن نفرغ هاي المشاعر السلبية. نحن دائما ما بننصح أنه ما نغضب أو ما نحزن، لكن نحن بننصح بتفريغ هاي المشاعر بوقتها، تكون بوقتها تماما. من الطبيعي أنه أنا أغضب لكن فرغ هاي المشاعر لاحقا حتى ما تصير تراكمية. يعني أنا سبق وعملت استطلاع بسيط هيك على صفحتي الشخصية وسألت الناس كيف بتفرغوا هاي المشاعر أنتوا لما بتمروا بمرحلة غضب. فشفت أنا كثير من الأشخاص في تفاوت ما بين طريقة التفريغ، أشخاص ممكن يتجهوا نحو النوم، أشخاص ممكن يعصبوا تماما الأكل، أشخاص ممكن يكسروا شيء أي شيء موجود حواليهم. فهي بتختلف من شخص لآخر، لكن نحن دائما بننصح. ما سألتنا نحن دكتور، بننصح هلا بسألكم تفضل لكن نحن دائما بننصح بالوسائل اللي فيها تفريغ لمشاعر الغضب من غير ما يكون في إلى مساوئ لاحقا. يعني أنا بدي هذا التفريغ يكون جيد حاليا وجيد مستقبلا. أهم هي الوسائل هي الرياضة بكل أنواعها. يعني هلأ المشي على سبيل المثال هو أخف وأبسط أنواع الرياضات، كتير بيفرغ من المشاعر السلبية وبيخرج الإنسان من حالة الغضب وحالة التوتر. التمارين البسيطة اللي ممكن نعملها بالبيت، وخصوصا هلأ بدأ الجو يميل للبرودة، مثل مثلا بعض تمارين التأمل، تمارين اليوغا، كمان بتفرغ من مشاعر الغضب. في بعض الأشخاص بيحبوا يكتبوا إن كان على السوشيال ميديا أو على الورقة والكلام، كمان الكتابة الفضفضة الكتابية كمان هي وسيلة من وسائل تفريغ الغضب. أحيانا في أشخاص عندهم شخص ثقة، شخص موثوق، ممكن الكلام مع هذا الشخص الموثوق أني أنا أطلع كل شيء جواتي كمان هو جيد جدا وممكن يساعد بنوع من تفريغ الغضب. تمام دكتور، معناتها ذكرت أنه طريقة التفريغ اليوم إذا بدنا نفرغ عن غضبنا أو الحالة عم نمر فيها هي بتفرق من شخص للتاني، كل واحد قادر بطريقته أنه يفرغ عن الطاقة اللي هو فيها. طيب بالنسبة للأضرار، الأضرار رح تكون هي وحدة، الأضرار إن كانت نفسية أو حتى جسدية، خبرنا دكتور أكثر عن الأثر السلبي للغضب. هلا الأضرار بتكون في حالة عدم التفريغ، لهيك نحن كنا عم نحكي عن موضوع تفريغ مشاعر الغضب. لما بصير في تفريغ الشخص بيحصر جواته، بيكبت جواته، ما بيفرغ هالمشاعر، بتزيد هالمشاعر، بالتالي بصير في عنا الأضرار. الأضرار بتكون جسدية ونفسية، ودائما نحن منقول أي مشكلة جسدية إلها جذر نفسي وإلها أساس نفسي. فبتبلش الأضرار لما الشخص بيصير في عنده مشاكل معينة مثل صداع مستمر، مثل مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل عصبية نوعا ما حسب درجة نوع الغضب اللي هو واصل له هذا الشخص. لكن هذا كله نتيجة تراكمات لأنه هو ما عم يفرغ هاي الشحنات أو هاي الطاقة السلبية الموجودة بداخله.
كثير مهم نحن انه يتم تفريغ هاي الطاقه حتى ما يصير في مشاكل جسديه مثل ما حكينا، مثل مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل بالجهاز العصبي، بعض التوترات لها علاقه باوجاع معينه، كمان هي بتختلف من شخص لاخر، وكمان ممكن تؤدي لاضطرابات نفسيه، ممكن اشخاص يدخلوا بحاله اكتئاب معين، اكتئاب بسيط او اكتئاب حاد او يتطور هذا الشيء، لذلك كثير مهم تفريغ هاي الطاقه. تمام، تفرغي طاقه الغضب يا هايدي. مثل ما قلت له يمكن بالاكل احيانا الواحد بس يعصب بتلاقي بيلجا للاكل مباشره. انت من الاشخاص اللي بياكلوا بالصدمه؟ انا بعمل كل شيء، كل شيء ذكره الدكتور بعمله يعني، بس انا يعني في اشخاص يعني انا منهم انه انا بحكي 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 بعدين ببرود يعني، بس انه فرغت هي الطاقه. وهون بنجي على طبيعه الانسان، يعني في انسان بنقول له بارد ما غير مبالي، هو بكون ما هو غير صحيح. مبالي، ولكن من الاشخاص اللي بتتحمل صحيح. الشخص اللي قدامه مثلا، هذا الشيء غلط ايضا يعني على المحيط وعلى الشخص نفسه. اليوم في ادوات نحن مفروض نمتلكها كرمال نسيطر على انفسنا في حالات الغضب، يعني هي ممكن تهدم لانه علاقات كثير بحياتنا. تماما، ذكرتي نقطه كثير مهمه واللي هي اختلاف الشخصيات، اختلاف طبائع البشر. في عنا اشخاص ناريين وهدول صعب جدا انه يصير في عندهم فنون التعامل مع الغضب واداره الغضب، هو شخصيته ناريه فبيلاقي صعوبه باداره الغضب. وفي عنا اشخاص هن هادئين، يعني هنا بالاساس اشخاص يعني هادئين تماما، بيستوعبوا الصدمه او بيستوعبوا المشكله، بنلاقي رده فعلهم مغايره للاشخاص الناريين. لكن كثير مهم مثل ما ذكرت يكون في عندنا الادوات المناسبه في حال مرينا بظروف لها علاقه بالغضب والغضب الشديد. كثير مهم يكون في عندنا معرفه نقرا عن موضوع الغضب واداره الغضب، نمرن انفسنا، كثير مهم نغير طريقه تفكير العقل الباطن، طريقه تعاملنا مع الامور. وطبعا هذا كله بالتدريب وبالتدريج، نحن ما بين يوم وليله الشخص العصبي او الشخص الانفعالي هو بيتغير بين يوم وليله، لا، هو موضوع تدريب، تدريج، تاهيل يوم بعد يوم. انفجار. اهم نقطه انه نحن نبعد عن المسببات. اليوم انا اذا شخص بحاله غضب دائم، طب انا بدي اشوف شو هي الاسباب ليش عم بكون بحاله غضب دائم. ممكن ظروف العمل اللي انا موجود فيها غير جيده او غير مناسبه، ممكن شخص بحد ذاته هو اللي دائما عم يخليني غاضب، غير مرتاح، مستفز تماما. فانا بدي ابعد عن هي الاسباب. هي الخطوه الاولى، اهم نقطه انه نبعد عن المسببات او الامور المحفزه للغضب. النقطه رقم 2، ابدا انا بقراره نفسي ابدا بمرحله جديده من حياتي، واللي هي اني يعني اكون شخص ايجابي، شخص متفائل، بعيدا عن الغضب التراكمي اللي كنا عم نحكي عنه. لانه الغضب الطبيعي هو حاله عاديه وحاله موجوده، لكن انا ما بدي هذا الغضب ياثر على كلامي، تصرفاتي، افعالي وطريقه تعاملي مع الاخرين. لانه اليوم الانسان الغاضب بشكل دائم وهذا الشيء بيأثر على علاقاته مع الناس، على علاقاته الاجتماعية، علاقاته الأسرية، علاقاته مع أهله. فضروري جدا أن يكون بقرارة نفسي عندي القرار أني أنا أغير من وجهة نظري وطريقة تفكيري. مثل ما حكينا في عدة وسائل ممكن أنا أتبعها، بعض الأشخاص يكون في عندهم وسائل مغايرة للوسائل اللي ذكرتها، ما أنا مشكلة، المهم تكون وسيلة تفريغ من غير ما يكون في أذى للآخرين أو من غير ما سبب مشكلة لدى الآخرين. الطريقة اللي أنا بشوفها مريحة ومناسبة داوم عليها، استمر عليها. بعض الأشخاص بفضلوا النوم لساعات كبيرة، إنه أنا عصبت فخلص زعلت من موضوع معين فبتجه نحو النوم، وفي الصبح مروق ويا سلام. ما أنا مشكلة الطريقة، المهم أنا أكون عفرغ فيها هاي الشحنات السلبية. تمام، هلأ ببداية حديثنا كنا عم نقول إنه هو ربما ما يكون سببه فطري، طب ممكن يكون أسباب مكتسبة اليوم الغضب. صحيح. إذا عم نركز يمكن على فئة الأطفال اليوم، يمكن إذا الطفل عم يشوف أمه هي على طول عم تعيط عليه، عم تصرخ عليه، هو بلا شعور بتلاقيه عم يتبع هذا الأسلوب بحياته، مع رفقاته، بمدرسته. فقد ايه اليوم نحن لازم كأهالي ننتبه لتصرفاتنا، لكلامنا، ليمكن نبرة صوتنا قدام أطفالنا كرمال فعلا هنو ما يكتسبوا هي العادة؟ للأمانة الأهل هن القدوة للطفل، وحتى الطفل هن هو بيشوفهم المثال الأهم والمثال الأكبر. فالطفل بيلتقط أي تصرف بيتصرفوه أهله وبيتخذوا على أنه هذا هو الصح، بيتعلم أنه أنا بابا عمل هيك فمعناها الصح، ماما عملت هيك فمعناها الصح. كثير مهم نحن اليوم كأهالي نعرف كيف نتصرف قدام أطفالنا. مثل ما ذكرتي حضرتك، ممكن أنا أكون شخص عصبي انفعالي، أنا ما فيني أكون عصبي جدا وأقول لأبني لا تغضب أو لا تعصب، لأنه هو شايفني عم يعصب وهو متفاهم أنه اللي عم أعمله أنا هو الصح.
فلذلك لازم أنا هاي الشغلات اللي نحن عم نحكي عنها أبدأ فيها بنفسي، لأنه في شيء اسمه قدوة من غير ما أتكلم. أنا ما في داعي اليوم جيب ابني وقال له لا تكذب، لا، هو مجرد ما شافني أني أنا ما عم أكذب فبالتالي رح يتعلم مني، مجرد ما شافني أني أنا شخص هادي ما عم ضوج ما عم عصب فهو رح يتعلم مني. كتير مهم الصفات الحميدة نعملها نحن قدام أولادنا، ما في داعي نحن نقول له إياها بالشكل الحرفي، نعملها نحن قدام أولادنا يوم بعد يوم. واليوم ما شاء الله هذا الجيل جيل ذكي جدا، جيل واعي، جيل عنده انفتاح كبير، منحسهم أكبر من عمرهم، عندهم إدراك كتير كبير. فمهم أنه نحن نكون القدوة الحقيقية لأبنائنا، ياخذوا الصفات الإيجابية على يحمل الجدية، والصفات السلبية ما يشوفوها عنا، لأنه مجرد ما شافوها يعني رح يتعلموها بالضرورة. أكيد دكتور، في نقطة كتير مهمة ودائما يعني نحن منعاني منها بالمجتمع، أنه بيقولوا اتركوه معصب اتركوه غضبان. يعني اليوم المجتمع عنده كم هائل من الضغوطات ومن الشيء اللي عم نشوفه ضمن حياتنا اليومية، فمعنا بحاجة أبدا لحدا يجي حدا يصدر لنا غضبه وانفعالاته وإلى آخره. ودائما نحن منعرف أنه حريتنا بتنتهي أو بتبدأ عند حرية صحيح. الآخرين يعني. فاليوم نحن كيف قادرين أنه هذا الشخص يعني نبتعد عنه، هو كمان حيصدر لنا هي الطاقة الموجودة اللي عنده. لذلك نحن عم نقدم نصائح لتفريغ هاي المشاعر بحيث أنه ما نأذي الآخرين. لما حكينا عن كتابة أو ممارسة رياضة معينة أو تصرف معين أو الأكل أو النوم أو نحن من غير ما نزعج الآخرين. اليوم ما بالضرورة أنا إذا غاضب من أمر اجي على شغلي وضوج على الناس، بس يعني مش مفكر كثير للامانه دكتور، وهو يعني. هذا شيء خاطئ للامانه، لانه مثل ما تفضلتي وحكيتي الناس مضغوطه بشكل عام، الناس ما لها مرتاحه، الناس هي اصلا ببيئه توتريه، يعني ما عندهم هالمشاعر المريحه. فانا اذا بدي اجي اغضب قدامك وانت بالاساس غاضبه فهون راح يصير في مشكله. لا، حاول دائما هذا الشخص يكون في عنده تفريغ لهي الطاقات بشكل مستمر بشكل دائم بعيدا عن ازعاج الاخرين. نعم تمام، بدنا نشكرك كثير دكتور سمير هادي لكل النصائح والمعلومات اللي قدمتها. بالنهايه اكيد الحياه مو مستاهله ابدا الواحد يضل معصب وزعلان لاي موقف يمر بحياته. اهلا وسهلا فيك. وانا بدوري بتشكركم، يعطيكم الف عافيه. شكرا دكتور، صباحك رواق، واكيد تمنياتنا لكل حدا مرافق أنا بصباحنا على اليوم نكون هذا الصباح هيك خير ورواء على الجميع. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وكالعادة مثل ما تعودنا كل نهار سبت نكون بجولة على آخر خلينا نقول الأجواء والأرصاد الجوية، ودائما عم يكون معنا المتنبئ الجوي حسان الجردي عبر اتصال هاتفي لنعرف أكثر كيف حيكمل طقسنا خلال هذا الأسبوع. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. وصباحك. اليوم كتير على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات من منخفض قطبي حيبلش نهار الاثنين، وكان في تحذير جدا للمزارعين. خلينا من خلال حضرتك نتعرف على هذا المنخفض ودرجات الحرارة ضمن المحافظات السورية. لا تكرم عينك، بداية من جديد صباح الخير لإليك لزميلتك للأخبارية السورية لفريق العمل. أسبوع شتوي بامتياز بدنا نعيشه هيدا الأسبوع، اعتبارا من نهار بكرة مع أول منخفض قطبي بيأثر على المنطقة بهيدا الموسم نتيجة نزول هواء قطبي بارد من منطقة من إلى شرق أوروبا باتجاه تركيا. نحن على موعد مع منخفض قطبي نهار بكرة عم يكون مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية شديدة البرودة شبه جافة تؤثر على المنطقة، يستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء. ذروة الفعالية رح تكون ساعات ظهر نهار بكرة حتى ساعات ظهر يوم الاثنين، تؤدي إلى انخفاض عم يكون ملموس وواضح بدرجات الحرارة. ذروة الانخفاض بدرجات الحرارة عم تكون نهار الاثنين، حرارات رح تكون أقل من المعدل من 5 إلى 9 درجات مئوية بأغلب المناطق، أجواء باردة إلى شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية تحديدا نهارا، إلى أجواء عم تكون شديدة البرودة ليلا بمختلف المناطق، وأجواء صقيعية تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع بمختلف المناطق. الهطل المطري رح يبلش اعتبارا من نهار بكرة بدءا من الساحل السوري. الأجواء بشكل عام رح تكون غائمة جزئيا خلال ساعات الظهر، عم تتحول لغائمة بدءا من الساحل، وبتبلش الفرصة لهطل زخات من المطر بالمنطقة الساحلية، عم تتد مع ساعات بعد الظهر والمساء إلى المناطق الشمالية الغربية الشمالية أجزاء الغربية من المنطقة الوسطى الجزيرة. الهطولات عم تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، تستمر فرصة الهطل المطري حتى نهار الاثنين ظهرا، ولكن بفعالية متباينة بين منطقة وأخرى، والهطولات عم تكون نهار الاثنين هطولات عشوائية الحدوث نتيجة ضعف التغذية بالنسبة للمنخفض الجوي.
هلا بالنسبة للهطل الثلجي إن كان هناك الرطوبة كافية هو موجودة راح يكون في عنا هطل ثلجي بسلسلة جبال قلمون، وبالنسبة للمرتفعات الساحلية الأحد بالليل والاثنين بالليل مع توفر الرطوبة الكافية، ورح يكون الهطولات الثلجية إن حدثت بإذن الله تعالى هطولات ثلجية غير تراكمية بهيدي المناطق. الحرارات رح تظل أدنى من المعدل مثل ما ذكرت من 5 إلى 9 درجات مئوية. الرياح بشكل عام في عليها نشاط، تحديدا الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية رح تكون رياح معتدلة لنهار بكرة، وعم تتجاوز الرياح في بعض الأحيان 85 كيلومتر بالساعة، بتؤدي إلى إثارة الغبار بالمناطق الشرقية وبالبادية. أكثر المناطق رح يكون فيها نشاط بالنسبة لسرعة الرياح هي المنطقة الجنوبية الوسطى المنطقة الساحلية. نتيجة الرياح العالية رح يكون في عنا ارتفاع بالنسبة لحركة الموج، رح تكون الأمواج عالية ورح يتجاوز ارتفاع الموج نهار بكرة تقريبا 3 متر، وهيدا بيأثر سلبا على حركة الملاحة البحرية. هلأ بشكل عام رح تستمر هيدي الفعالية الجوية حتى يوم الثلاثاء الصبح، بتبلش الأجواء تميل للاستقرار بشكل جزئي وتدريجي مع بقاء فرصة لهطولات مطرية خفيفة عشوائية الحدوث بأجزاء من المنطقة الجنوبية بالمنطقة الجزيرة بالمرتفعات الساحلية، مع استمرار الأجواء الباردة الصقيعية خلال ساعات النهار والليل بمختلف المناطق، على الرغم من أن الحرارات بتميل للارتفاع نهار الأربعاء بشكل طفيف، ولكن بتظل الحرارة أقل من معدلاتها من 4 إلى 6 درجات مئوية بمختلف المناطق نهاية الأسبوع نهار الأربعاء والخميس، ورح تكون أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام. وبالليل رح تستمر الأجواء الشديدة البرودة، يحذر من حدوث الصقيع بأغلب المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية وتشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية والقلمون والمنطقة الوسطى. أسبوع الشتوي بامتياز عم نعيشه بوقت مبكر تحديدا بهيدي الفترة، ببلش من نهار بكرة، بيستمر معنا الفعالية الجوية الحقيقية حتى ساعات مساء يوم الاثنين بإذن الله تعالى. هطولات مطرية رح يبلش المنخفض على شكل منخفض ماطر يعطي هطولات نهار الأحد بعد الظهر، والمساء رح تكون غزيرة تحديدا بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. التحذيرات اللي دائما نحن منوجهها ووجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها والموقع الرسمي لها عبر الفيسبوك، تحذير يتعلق بالأمواج العالية واللي بتتجاوز 3 إلى 4 متر نتيجة الرياح القوية اللي بتتجاوز الهبات ببعض الأحيان 85 كيلومتر بالساعة، واللي بتأثر سلبا على حركة الملاحة البحرية من تشكل السيول بالمناطق الساحلية الشمالية الغربية الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى نتيجة غزارة الهطل المطري خلال ساعات بعد ظهر يوم الأحد وليلة الأحد تحديدا، من الأتربة والغبار المسارة بالمناطق الشرقية والبادية بفعل الرياح الشديدة يوم الأحد، من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية والقلمون والمنطقة الوسطى، من الأجواء الشديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل تحديدا بالمناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية، ومن الأجواء الصقيعية واللي بتبلش بشكل عام رح تكون ذروة حدوث نهار الاثنين والثلاثاء وتستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، ولكن بوتيرة رح تكون أقل. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 21-9، القنيطرة 22-8، القلمون المرتفعات الجبلية 15-9، درعا 22-9، السويداء 21-8، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-9، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 22-9، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23-16، بالشمال حلب وإدلب 19-8، دير الزور الرقة البوكمال، المنطقة الشرقية 23-10، بالبادية مدينة تدمر 20-8. اليوم الطقس رح تضل أجواء دافئة نسبيا تحديدا نهار السبت، ورح تكون بالليل الأجواء مائلة للبرودة ورح تكون غائبة المستحوي والغائمة جزئيا، ولكن رح يكون التغيير بالمنظومة الجوية ونحن على موعد يكون مختلف تماما نهار بكرة، رح تتغير الأجواء بالمطلق ما بين اليوم وبكرة، ورح يبلش بكرة إن شاء الله أول حالة عدم استقرار شديدة ناتجة عن منخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة قطبية شبه جافة. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان الجردي لأنك دائما بتوفينا بكل التفاصيل عن أحوال الطقس، ومكملين أكيد معكم مشاهدينا. ووصلنا لتاني فقرتنا لليوم، الفقرة الطبية، ولأنه ابتسامة أطفالنا هي سر من أسرار السعادة بالنسبة لنا، فلابد أنه تكون هاي الابتسامة جميلة والأسنان تكون مرتبة، ولكن الأهالي كثير منهم ما بيعطوا اهتمام لأسنان الأطفال بالبداية باعتبار أنه هي ممكن تتبدل وتتغير، ولكن اليوم في
عادات فموية خاطئة عند الأطفال ممكن تسبب كثير من المشاكل يا باشا. أكيد هادي، ومن ضمن هدول الأخطاء اللي ممكن الأطفال اللي تعودوا عليها ويكبروا عليها وتصير هي جزء من عاداتهم اليومية، ابتداء من قضم الأظافر للأصبع اللي بنشوف كل طفل عنده هيك هي الحركة الأصبع، أو اللهاية كمان. أو اللهاية صحيح. يعني في ناس كتير بتبتعد عن موضوع اللهاية كرمال صفة الأسنان، وأيضا حالات صرير الأسنان اللي ممكن تصير عند الأطفال ونجاهلها إلى تأثير جدا سلبي على بنية الأسنان. اليوم رح نروح مع ضيفنا لنتعرف على أهم الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الأطفال ونحن مفروض ننتبه لها كرمال ما تأثر على الصحة الفموية، وأيضا شو هي أهم طرق العلاج. وضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد جلال، اختصاصي بالأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك يا صباح الدكتور. خلينا هيك بالبداية، خبرتنا أنه عندنا عادات كتير خاطئة فموية عند الأطفال ممكن تسبب مشاكل بالأسنان، خلينا نوضح واحدة واحدة. هلا أول شيء خلينا نعرف مفهوم العادة الفموية. هي عبارة عن ممارسة ثابتة ناجمة عن تكرار سلوك أو تصرف معين لفترة من الزمن فتصبح بحكم العادة. هلا بالبداية هي بتكون تحت وعي الطفل وبإرادته الكاملة، ومع الوقت ومع استمرار تكرار هذه الحالة تتحول لعادة وتصبح غير إرادية. نحن المشكلة الأساسية إنه لها تأثيرات جدا ضارة على تراكيب الوجه، على الأسنان أو طبقات الأسنان، إلى تأثيرات ضارة على المفصل الفكي الصدغي وكثير من الأضرار السنوية الأخرى. هلا نحن الفكرة الأساسية إنه شو المغزى، إنه ليش الطفل بيلجأ لهي العادات؟ خلينا نقول السبب الأساسي الإجهاد والتوتر النفسي اللي بيكون موجود عند الطفل، فيلجأ إلى تفريغ الطاقة الكاملة التي لديه عن طريق هذه العادات. يعني رجعنا ربطنا بفقرتنا الأولى، هي حالات الغضب وطريقة التفريغ. تقريبا كل شيء، أي شيء جسدي بيكون أساسه أو سببه نفسي بالدرجة طبعًا. الأولى. طيب دكتور، اليوم يعني هي حالة طبيعية وفطرية، ونحن بجوز بيلفتنا هذا الطفل بضل إصبعته حاطة بتمه بيستهوينا منظره صحيح. هيك كطفل يعني، ولكن نحن هذا الحب عم نأثر عليه سلبا. إذا بدنا هيك نعمل صورة عامة للأخطاء اللي ممكن يرتكبوها الأطفال ونحن عم نسقف لهم لأنه نحن بنحب هذا الطفل الكيوت قدامنا. هلا نبلش بأهم عادة، عادة مص الإصبع. نعم. طبعا دراسات اكتشفت أنه الجنين حتى في الشهر الثامن بيقوم بعادة مص الإصبع. هلا هي بتشمل بشكل أساسي معظم الحالات مص أصابع اليدين، وفي بعض الحالات يلجأ الطفل إلى مص أصابع القدمين. الحالة هي تعتبر ضرورية طبيعية حتى الأربع لخمس سنوات، بعد ذلك الوقت تصبح هي الحالة غير طبيعية. طبعا هي بتكون بوعي وإرادة الطفل مثل ما حكينا بالبداية، وبعد ذلك يعني تصبح لا إرادية. هلا إذا نحن بدنا نجي للأسباب، الأسباب بالدرجة الأولى نحن نعرف الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة بيعتمد على الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية عن طريق الرضاعة. وقت ما بيكتفي الطفل بهذا الأمر فيلجأ إلى تعويض عدم الاكتفاء بهي العادة. الأسباب النفسية تلعب دور، يعني ممكن تكون عادة مص الإصبع هي إشارة للفت النظر، خصوصي مثلا على سبيل المثال دافع الغيرة، يعني مثلا بنولد مولود جديد ضمن العائلة فبيحاول هذا الطفل يلفت نظر الآخرين عن طريق عادة مص الإصبع. في أيضا أسباب أخرى قد تكون، يعني الطفل وقت ببلش بيحتك بالمجتمع، بفوت على المدرسة ببلش يختلط مع المجتمع، فطبعا بيكون بيشعر بشعور عدم الأمان. تمام. فبتكون العادة بهي الحالة كإحساس بالأمان ضمن هالإجهاد أو هالضغط أو هالخوف اللي هو عم يحس فيه. طيب خلينا ننتقل لتاني عادة، العض على الشفة عند الأطفال، شو أسبابها وشو ممكن تأثر بشكل سلبي على صحة أسنانهم؟ بالنسبة للعلاج كمان خبرتنا أنه صحيح أنه العادات كتيرة ولكن ربما العلاج يكون واحد. تمام. هلأ عض الشفة أو مص الشفة، ممكن عض أحلى الشفتين أو كلتاهما أو مص الشفتين نفس الأمر. خلينا نقول السبب الأساسي نفس الأمر تماما، الاعتياد على الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية، وبالتالي نفس الأمر عدم الاكتفاء بهذا الأمر فبيلجأ إلى تعويض النقص اللي صاير بالرضاعة. صح دكتور. طيب اليوم حكينا عن هذا العرض، ولكن نحن اليوم كأهالي يعني مفروض ننتبه بعمر معين أنه أنا ابني عم يمارس بعض الخطوات الغير صحيحة ممكن صحيح. تأثر على بنية الأسنان عنده يعني. والمشكلة أنه الطفل بس تعود على عادة صعب أنك تغير له إياها، خاصة بعمر محدد. يعني اليوم كيف الأم ممكن تتعامل مع طفل رضيع هو عم يشتغل هيك حركات يعني من عنده وما أنه قادر يتفاهم مع المحيط اللي جنبه أصلا؟ طيب هلا نحن خلينا نضرب مثال صرير الاسنان. صرير الاسنان نحن مثل ما بنعرف هي قوه شد واحتكاك غير طبيعيه بين اسنان الفك العلوي واسنان الفك السفلي. تمام.
هذا الاحتكاك في كثير هذه مشتركه حتى عند البالغين. تمام والله موجوده يا دكتور. موجوده حتى عند البالغين. مش عم تطلع فيني هو موجوده عندنا يعني. كلياتنا. الفكره انه كثير من الناس ما بيشعروا بانه هن عندهم عادة صرير الأسنان، لأنه هي بتصير بشكل أساسي بالفترات الليلية أثناء النوم. تمام؟ فهلا نحن الطفل بنراقبه لإذا نحن بدنا نعرف كيف إذا عنده صرير أسنان أو لا، فممكن نسمع صوت الاصطدام أو اصطكاك الأسنان أثناء النوم. ممكن نلجأ للطبيب لفحص هاي الأسنان، وبالتالي هو من شكل الأسنان والحدود القاطعة بيعرف إنه في عندنا هاي العادة أو لا. تمام؟ فالفكرة الأساسية بتكون بالمراقبة، خصوصاً بمرحلة الطفولة المبكرة. تمام؟ بنحاول نحن يعني الفكرة الأساسية بدنا تفهم ووعي من قبل الأهل ومن قبل الطبيب، لازم يكون في تعاون، لازم الأهل يكونوا على دراية تامة وعلى وعي تام أنه في عنا مشكلة ولابد أنه نحن نعالجها، يعني ما نطنشها، ما نعتبرها هي شيء عابر، ما نسكت عليها. تمام؟ فوعي الأهل هو الأساس والاستعانة بالطبيب. تمام. طيب دكتور خلينا نكون واقعيين اليوم، أكيد إذا الكبار عندهم تخوف من دكتور الأسنان فما بالك بالأطفال اليوم. طب أنا بداية بأي عمر لازم أخذ طفلي على طبيب الأسنان كرمال شيك على أسنانه أعرف إذا في عنده مشاكل معينة؟ خبرنا أكثر. يعني هلأ فينا نعتبر تقريبا من سن السنتين أو ثلاث سنوات ونحن طالعين. تمام, تمام؟ هلأ في كمان نحن في عادات أخرى مثل قضم الأظافر على سبيل المثال، كمان هي عادة بتشترك مع الصرير بالسبب. الأسباب بتكون بالدرجة الأولى نفسية. صحيح. لتفريق التوترات والضغوط الداخلية الموجودة. تمام؟ المشكلة أنه الأذى ما بيشمل فقط الظفر، وإنما أيضا قد يؤدي إلى تشوه المنطقة الجلدية المحيطة بالظفر. واحتكاك الظفر مع الأسنان، تمام، ممكن يؤدي إلى تشوه بالحدود القاطعة للأسنان. يعني ممكن نشوف نحن في عندنا نوع من التثلمات، تمام، أو التشققات ضمن الحدود القاطعة للأسنان. أيضا هي بتفوت مع صرير الأسنان ضمن المشاكل النفسيه. تمام. في بعض الاسباب خلينا نقول الفيزيولوجيه مرتبطه اليوم او عم يربطوها بصرير الاسنان، مثل المشاكل التنفسيه على سبيل المثال. تمام. وايضا الدود الدبوسي او مسمى بالحرقوس، تواجده ضمن الامعاء اليوم في ناس بتقول انه او في علماء بيقولوا انه ممكن يكون سبب في صرير الاسنان. طيب. هلا في شغله ثانيه كمان موضوع جدا مهم، التنفس الفموي. نحن بنعرف انه التنفس الطبيعي بيكون عن طريق الانف، ففي حالة التنفس الفموي عم يتم التنفس عن طريق الفم. تمام؟ وبالتالي يبقى الفم مفتوح لفترات طويلة. هذا الموضوع يعني خلينا نقول كأسباب، تمام؟ في له عدة أسباب. في ممكن تكون الأساس هي المشكلات التنفسية اللي هي مثلا انحراف الوتيرة، ضخامة الناميات والقرينات، وعدة مشاكل تنفسية ممكن تكون هي سبب بهذا الموضوع. تمام. فتشخيص هذه الحالة تحديدا يتطلب التعاون مع طبيب الأذن والأنف والحنجرة لتشخيصها بشكل صحيح. تمام. طيب دكتور اليوم في بعض المعلومات الشائعة يعني وهي بالمصطلحات الطبية هي خاطئة، يعني مثل ما عرفنا من كثير من أطباء الأسنان أنه بيكون الطفل بعمر معين ببلشوا يغير بأسنانه، فبهي الفترة بيكون في عادات كثير سيئة لإله، بتقول لك الأم مثل ما ذكرت حضرتك بأول حديثك أنه هاي أسنان لبنية رح تتغير ورح يرجع بدل سن جميل مستقيم، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن بنية سنية، صح هذا الحديث؟ خلينا نحكي عن هي التأثيرات، واليوم قديه مهم بتتابع الأم حتى لو كانت الأسنان لبنية؟ هلا الفكرة انه نحن بدنا ناخذ بالعين الاعتبار، هلا في بعض الاشخاص بيقولوا انه والله مثلا عنده اسنان لبنية فما في داعي نعالجها لانه هو حيبدلها. تمام؟ لكن في اسنان بتستغرق فترات طويلة لحتى تتبدل. تمام؟ يعني ممكن تكون للشهور وسنوات، فهل يعقل انه الطفل يفقد هذا السن ويضل هو بدون اسنان لبين ما تجي مرحلة التبديل؟ فهذا امر خاطئ، فلابد انه ملاحقة الامر من بداية النخور. تمام. يعني ما فينا نحن نقول اذا سن مؤقت او لبني فنحن بنهمله وما بنعالجه، لانه هذا الطفل حتى له تاثيرات اجتماعيه، يعني ممكن يروح المدرسه يكون المنظر جدا سيء بالنسبه له او بشع ويتعرض للتنمر انه هو فاقد لاسنان معينه، فاذا لابد من الاهتمام، نحن نراقب النخر في بدايته قبل ما نوصل لمرحله خلينا نقول تاذي العصب، حتى لانه في حتى عند الاطفال في شيء اسمه بتر اللب او معالجه الاعصاب، يعني موجوده ايضا عند الاطفال ولكن بطريقه مختلفه من عند الكبار والبالغين. فإذا لابد من مراقبتها ببدايتها. تمام. بالإضافة لتدعيم أسنان الطفل بالفلورايد على سبيل المثال. تمام. لتقويته، الاهتمام بغذائه. تمام. من أجل زيادة التكلس بشكل جيد. تمام دكتور. كمان في من العادات اللي بنسمع عنها أو بنشوفها أكيد بشكل كبير، الأطفال اللي بتحط الألام بتم إن كان بالبيت أو حتى بالمدرسة، ده في إلى أثر سلبية كمان. هلا نحن هي بتندرج ضمن نطاق العادات اللي حكينا عنها. نحن بشكل عام هي العادات
في إلى عدة مشاكل بتأثر على تراكيب الوجه مثل ما حكينا، على المفصل الفكي، مشاكل التقويمية، يعني القلم مثل الإصبع تمام، إذا كان نحط بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي تمام، فرح يصير في عنا شيء اسمه عضة مفتوحة أمامية. طيب دكتور، اليوم هيك بالنصائح ممكن نتوجه لها لكل الأمهات، وحتى نحن اليوم يعني إن كان صرير الأسنان إنها هي حالة عامة عند الكبار وعند الصغار. أنا بعرف أشخاص لهلأ بيمسكوا خصلة شعرهم بتضل بتمون، يعني يعني بيأثر على الشعر وبيأثر على الأسنان بعمر كتير كبير اليوم، وأنت قلت اليوم هي قصة نفسية يعني وتعودوا عليها. يعني اليوم إذا بدنا نتوجه هيك لكل حدا عم يشوفك اليوم، للأمهات والآباء اللي هنون مسؤولية هذا الطفل، يعني شو أهم النصائح لليوم؟ هلا نحن إذا بدنا نجي نعالج هي العادات تمام، ففي عدة طرق للمعالجة. الطريقة الأولى هي النصيحة، وطبعا هذا الأمر بده يعتمد على وعي وإدراك الطفل، يعني ما فينا ننصح طفل رضيع أو طفل بعمر مبكر ما عنده وعي، ما عنده إدراك للمرحلة أو المشكلة اللي هو فيها، فهي بتكون عادة عند الأطفال بيكونوا أكبر بالعمر وبيكون في عندهم إدراك أكبر تمام؟ فبيجي الطبيب وبيجتمع مع الطفل وبيشرح له الأضرار والتأثيرات السلبية وشو ممكن تعمل وتأثر على صحته وإلى آخره. الوسيلة الثانية في عنا شيء اسمه التسكير، نحن أهم نقطة ما بدنا نبين للطفل إنه نحن عم نهدده أو بدنا نعاقبه، نحن لازم مجرد تسكير فقط. يعني مثلا هو بيمص الاصبع فبنربط شريط لاصق على سبيل المثال لحتى يتذكر انه ما هو ما لازم يقوم بتاديه هاي العاده. وسيله العلاج الثالثه هي الهدايا، هي طبعا نحن كبار وصغار بنحبها، يعني هي نوع من التحفيز تمام. فالهدايا ما مو شرط تكون هي يعني غاليه الثمن تمام، لكن تكون مناسبه للموقف لحتى يتحمس الطفل على الترك. بينبسط ولو بتشيبس، يعني اذا بتقله بحب الاصبع يعني. لا هلا بهالجيل هذا ما عم يقبل. انا بقبل دكتور. اخر بس اخر نقطه بس بحب اختم فيها تمام، نحن في حال فشل كل الوسائل السابقه نلجا الى استخدام اجهزه معينه، يعني مثلا مثل عاد صريق الاسنان على سبيل المثال في شيء اسمه مثل جهاز مطاطي تمام، بيحطوا الطفل أثناء فترة الليل أو حتى البالغ لمنع احتكاك الأسنان. بس مزعج دكتور الأماني، هو مزعج يعني. يعني نحن هاي تقريبا وسائل متاحة، يعني مزعج، يعني مزعج للشخص الكبير يعني اللي هو قدران مستوعب حالته. فكيف لطفل اليوم بدك بجوز الأمها تراقب طفلها كل الليل؟ يعني بشكل عام الشغل بالأسنان كله على بعضه مزعج، ما في شيء ما وقفت على هذا الموضوع. صريح من ما للأسف هلا عم نعاني. أول واحد ما بيفوت لعنا بيقول لنا نحن ما أنا ما بحبكم، أنا ما بحبكم تمام، فما وقفت على هذا الجهاز المطاطي. يعني تفاصيل كتير مهمة ونصائح طبية من حضرتك. كنت معنا الدكتور أحمد جلال اختصاصي بأمراض الفم والأسنان، أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. شكرا دكتور. نحن أكيد بالنهاية منحب الجميع كل الاختصاصات الطبية، ولكن هي عادة انتشرت بين الناس وده بحاجة لوعي وثقافي أكثر لصحة الأسنان. شكرا لك دكتور ولحضورك اليوم، صباحك هيك ابتسامة حلوة على طول. الله يسلمك. شكرا، أهلا وسهلا. ليش رح ننتقل لثاني تقاريرنا لليوم، وأكيد تنفيذا لمبادرة مدرستي المستدامة واحتفاء باليوم الطفل العالمي، أقام المجتمع المجمع الإداري والتربوي بمنطقة سلحب فعالية فنية وتربوية منوعة في بلدة جبرملة بريف حماة الغربي. الفعالية أكيد مشاهدينا ضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية والفقرات الهادفة، إضافة إلى معرض فني ضمن نتاج أعمال الأطفال. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي مع زميلنا علي شحوت. تنفيذا لمبادرة مدرسة المستدامة واحتفاء بيوم الطفل العالمي، أقام المجمع الإداري والتربوي بمنطقة سلحب فعالية فنية وتربوية منوعة في بلدة جبرملة بريف حماه الغربي. يقيم مجمع سلحب التربوي احتفالا بهذه المناسبة تحت عنوان مدرسة المستدامة تحييها بعض المدارس في ناحية جبرملي. الفعالية مجموعة من الفقرات الفنية، تدريب الأطفال على حب الوطن، على الانتماء للوطن، حب القائد وحب المدرسة والعلم. كمنظمة اطلاع البعث الطفل وأولويات الطفل ومتطلبات الطفل، الطفل في سوريا عانى كثير من الإرهاب والضغط والعدو الإسرائيلي، هدفه الأول والأخير كان الضغط ومحو الطفولة، ونحن كمنظمة اطلاع البعث ومديرية التربية ووزارة التربية نسعى جاهداً
أنه نعمل لتأهيل دعم نفسي للطفل. المدرسة المستدامة هي المدرسة اللي بتعمل على خلق الحافز والدافع للتعلم عند المتعلمين والمعلمين والإدارة، وهي مدرسة كمان بتعزز السلوك الإيجابي بالمجتمع وبتأكده. مبادرتنا اليوم هي بمناسبة يوم الطفل العالمي. هدف المبادرة هو تشاركية مدارس بمناطق مختلفة، فهي بشكل أو بآخر بتمثل عينة من المجتمع السوري الراقي والمتحاب والمتآلف. أغلب الفقرات إلى علاقة بالدعم النفسي الاجتماعي، في أوبيريت مسرحي كتابة المدربين الأولاد وتلحينهم، في فقرات إلى علاقة بوقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق. الفعالية تضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية والفقرات الهادفة، إضافة إلى معرض فني تضمن نتاج أعمال الأطفال. احنا حبينا نشارك بفقرة فنية تعبيرية حب وقت لحتى نبعد الأطفال عن أجواء الحرب والمشاكل اللي كانت عم تمر فيها بلدنا. نعزز ثقة الطفل بنفسه ونخلي الطفل مع الأيام يتذكر أنه نحن رغم الحرب والحصار اللي علينا أنه نحن شاركنا وكان في هيك فعاليات. المعرض خلال فصلنا الدراسي الأول، فصل الدراسي الأول بيحكي عن حقوق الطفل وبعد المناسبة الوطنية وبعد المشاريع اليدوية من أعمال الطلاب. شاركت اليوم بتدريب الأطفال وتجهيزهم لأوبيريت دين وحب الوطن وأوبيريت أمي بتناديني. نحن طلاب مدرسة قريم، رح نقدم فقرة رياضية لغناية بكتب اسمك يا بلادي لشهداء لأبطالنا العربي السوري. جينا لنشارك بمهرجان الطفولي وبدنا نقدم لكم فتحية وردة. كما تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع وتحفيز الطلاب على تقديم الأفضل وإظهار قدراتهم ومواهبهم. علي شحود، الإخبارية السورية، حماة. هادي بنهاية صباحنا لليوم رح نروح لنحكي على نضوي على موضوع دائما نحن منضوي عليه ضمن صباحاتنا، وهي القضية الفلسطينية. هي القضية اللي تربينا عليها ونحمل بدمنا شعار القضية الفلسطينية وشعار المقاومة. ولاحظنا وشفنا كتير كان في محاولات من الاحتلال الصهيوني لطمس حضارة فلسطين، لسرقة أثار فلسطين، لسرقة كتير من خلينا نقول الشعارات اللي هي فلسطين، الرموز الفلسطينية، التاريخ الفلسطيني. ولكن دائما كان الأدباء المفكرين الباحثين يحافظوا على هذا التراث بأساليب جدا مختلفة. أكيد رح نحكي اليوم أكثر رشا عن التراث الفلسطيني باعتباره أكيد جزء ما بيتجزأ من الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأكيد بجسد تاريخ عريق بيمتد لآلاف السنين وبيحمل بطياته أكيد موروث ثقافي وحضاري غني. لنعرف أكثر مشاهدينا عن الموضوع بسعدنا يكون ضيفنا لليوم غسان إبراهيم، مشرف بمنتدى كوشن الثقافي الفلسطيني. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك أستاذ غسان، وأهلا وسهلا بحضرتك. وقت منقول فلسطين الحبيبة عم نقول الكوفية، عم نقول الزيتون، عم نقول المفتاح العودة، عم نحكي كثير على رموز جدا مهمة. اليوم قدمهم الحفاظ على هذا التراث اللي هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. نعم. أسعد الله صباحكم وصباح جميع المتابعين. وأود أن أتوجه بالشكر أولا لكم ولهذه القناة المقاومة بامتياز. عودتونا تتموا دائما يعني حاضنين للقضية الفلسطينية وكل متعلقات هذه القضية. عندما نتحدث عن التراث يعني أود أن أتحدث عن التراث بشكل عام عند كل شعوب الأرض، يعني أهميته تأتي لأنه يشكل الذاكرة عند هذه الشعوب، يشكل العمود الفقري للشخصية الوطنية، للهوية الوطنية، وهو الأصالة التي لابد من دراستها لاستمداد العبر والدروس من التراث لحل بعض إشكاليات الواقع والعبور إلى المستقبل. فالتراث بشكل عام يشكل مستوى الوعي المجتمعي عند كل شعوب الأرض. صحيح. ولكن الشعب الفلسطيني يتميز بأن هذا الموروث ممزوجا بالدمعة، ممزوجا بالجرح، ممزوج بالاغتراب،
بالتهجير القسري، بجملة من الفجائع التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة وجود هذا الكيان الصهيوني الغريب عن المنطقة، المارح عن كل القيم والأعراف والأخلاقيات، والمدعوم بشكل كلي من قوى الاستكبار وقوى الظلم في العالم. لكن عندما نقول نحن ندافع عن التراث، لماذا؟ نحن الشعب الفلسطيني نحن ندافع عن التراث لأننا نرى أنه يأتي في سياقات، في سياق الدفاع عن القدس وقباب القدس ومعادن القدس وأزقة القدس. نحن ندافع عن كنيسة القيامة، ندافع عن الحرم الإبراهيمي، ندافع عن قبة الصخرة، ندافع عن النقب، عن عكا، عن حيفا، عن الجليل، عن كل ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة عندما يتم الترويج في الإعلام حاليا عن فلسطين أخرى ليست فلسطين التي نحن نعرفها. هناك مشروع يروج لفلسطين مقطعة الأوصال المجزوءة. نحن نقول فلسطين هي الامتداد الجغرافي من رأس الناقورة إلى أم الرشراش ومن المحيط إلى النهر. أكيد أستاذ غسان، خلينا نوضح أكثر ونعرف من حضرتك عناصر التراث الفلسطيني اللي أكيد عم تم الحفاظ عليه إن كان تراث مادي أو غير مادي، خلينا نوضح أكثر. نعم، هو حقيقة يعني عندما نقول التراث بشكل عام نحن نتحدث عن جملة من العادات والتقاليد، عن الثقافة، عن الأخلاق، عن اللغة، عن المعتقدات، عن التاريخ. بنفس السياق نقول أيضا هنا يتميز الشعب الفلسطيني بأنه متمسك بالجانب المادي الذي يعبر عن مكنونات هذا الضمير الفلسطيني بعدما خرج. فالمفتاح كما تحدثت سيدتي الآن هو عنوان كبير. عندما تسألي الفلسطيني ماذا أحضرت معك عندما خرجت من فلسطين، يقول أحضرت أمرين، المفتاح والكوشان. الكوشان الذي هو يأتي في اسم منتدى كوشان. هذه الكلمة تركية الأصل، تم تداولها أثناء الحكم العثماني للمنطقة وتعني سك الملكية، يعني كما نقول في سوريا الطابو. فهو عندما خرج أخذ مفتاحه وسك ملكية الأرض وخرج على أمل العودة ويفتح باب داره ويعود ويعيش كما كان عائشا قبل أن يتم الاستيطان في فلسطين. إن شاء الله نحن كلنا بانتظار هذا اليوم ويوم النصر. أستاذ اليوم وقت اللي بنحكي عن فلسطين عم نحكي عن حلم لكل العرب بالعودة ومفتاح العودة. اليوم للحفاظ على التراث أهمية جدا كبيرة. اليوم مو بس نحن عم نحكي اليوم في أجيال راحت وأجيال عم تلد وأجيال عم تكبر، يعني من يوم 48 لليوم في تراث وتاريخ مضي جميل جدا للمقاومة الفلسطينية. قدمهم اليوم نحن نحافظ على هذا التاريخ. نعم، في إطار الحفاظ على نحن كمنتدى كوشان، في إطار الحفاظ على التراث، بداية اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى بعض الشخصيات والقامات العالية جدا مثل الدكتور الأديب الكبير حسن حميد والأستاذ محمود خليلي والأستاذ علي جروان والأستاذ زكريا السيد والأستاذ تيسير إدريس. هؤلاء ساعدونا بأن يصوبوا لنا بوصلة العمل. لماذا؟ لأننا نحن نعمل في مجالات مختلفة. فمثلا نحن نعتمد على القصيدة وعلى القصة وعلى الرواية، نحن نعتمد على المعارض، المعارض في الفن التشكيلي والمعارض في الأعمال اليدوية. والأعمال اليدوية هنا جزءا هاما جدا. لدينا فنان اسمه مصطفى أبو يزن، هذا يجسد كل أواني واحتياجات الامرأة الفلسطينية في حياتها اليومية. يعني مثل يعني في هناك أدوات الجاروشة، ما بعرف إذا بتعرفوها، أكيد. ويعني من السكين وحتى قبة الصخرة يتم تجسيد هذا العمل يدوي. أيضا يتم استخدام الندوات الفكرية والثقافية. نحن كان لدينا جملة من المشاريع، تناولنا فلسطين في الرواية، وتناولنا فلسطين في المسرح وفي السينما وفي الدراما،
والفن التشكيلي، يعني متعدد الجوانب الطرق التي نستخدمها للحفاظ على التراث، لأن التراث عمليا هو يمثل الذاكرة الفلسطينية الحقيقية. أكيد خلينا نحكي عن ممارسات العدو الصهيوني بسرقة التراث الفلسطيني، التهويل والتعتيم اللي عم بيكون على التراث الفلسطيني. نعم، بالنسبة للكيان الصهيوني هم يعرفون أنهم عابرون في هذه الأرض وهم مؤقتون، ويريدون أن يصنعوا تاريخا مزيفا، ويريدوا أن يصنعوا صلات لهم تاريخية بهذه الأرض، فذهبوا لسرقة الجغرافيا، ويريدون سرقة التاريخ، يريدون سرقة الأرض والوقت. أنستي تصوري، يسرقوا الزي الفلسطيني، زي الامرأة الفلسطينية، ويفتتحوا به معارض في الغرب، والجميع يعرف أن هذا الثوب هو ثوبا فلسطينيا. سرقوا المأكولات الشعبية، سرقوا الفلكلور، يريدون أن يسرقوا الزعتر والزيتون كما تفضلتي. هم لا إرث لهم، لا تاريخ لهم، يريدون بالعنف أن يصنعوا هذا التاريخ بسرقة هذا الشيء أو ذاك، ولكن لا أعتقد أنهم سينجحون في ذلك. أكيد اليوم بوجودكم أستاذ ووجود الأدباء والمفكرين المؤرخين واليوم الشعراء، اليوم دائما مهمتكم هي الحفاظ على هذا التراث وتذكير الأجيال القادمة بالتراث الفلسطيني. خلينا نختص شوي بمنتدى قوشان الفلسطيني، نحكي عن أهمية الفعاليات اللي بتشتغلوا عليها. نعم. أهمية نشاطاتكم، نحكي عنكم بشكل، عرفنا أكثر على هذا المنتدى. نعم، حقيقة هو لماذا كان هذا المنتدى؟ لماذا أسس؟ في إطار المشروع الثقافي الوطني الفلسطيني الكبير، لابد لمجموعة من الشباب أن يكون لهم دور في هذا المشهد، فتم تأسيس هذا المنتدى على قاعدة تأطير، أولا تأطير كل الجهود الممكنة في الحفاظ على التراث. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية هو كيف يمكن أن ندخل في تشكيل الوعي الجمعي عند الشعب الفلسطيني. المسألة الثالثة، ذهبنا باتجاه الاهتمام والرعاية بالمواهب الشابة حتى يكون هناك تواصلا بين الأجيال، فهناك لقاءات لأجيال مختلفة. ذهبنا في منتدى كوشان أيضا للجوانب التربوية، لأن هناك جملة من المعلمين والمدرسين، فتمت إقامة دورات تعليمية وجلسات امتحانية إلى آخر من هذه الأمور التربوية، لأن الصهاينة يعتمدون على مقولة: الكبار يموتون والصغار ينسون. نحن في منتدى كوشان هدف رئيسي عند المنتدى هو إسقاط هذه المقولة، وفي الميدان عمليا الآن الذين يخوضون المعارك في الميدان هم الجيل الخامس بعد النكبة، يعني طوفان الأقصى وقبله كل الأحداث التي والصراعات والمعارك التي وقعت بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني في الضفة حتى في جنوب لبنان. إذا نظرت إلى أعمار من القادة الصف الأول إلى آخر المقاتلين، تلاحظين أنهم ينتمون إلى الجيل الخامس، لذلك الصغار لم ينسوا، بل كانوا أكثر صلابة وأكثر تمسكا بالأرض وأكثر مقاومة. طيب خلينا نركز أكثر على المنتدى، عم بيكون في اليوم ضمنه نشاطات أو فعاليات بهذا الموضوع، خبرنا تفاصيلك. نعم، نحن دائما تأتي الأنشطة ضمن برامج. تمام. يعني مثلا عندما يأتي وعد بالفور، نعم من 100 عام وعد بالفور، لكن الشعب الفلسطيني لا زال حتى هذه اللحظة يستنكر وعد بالفور، وأنتم تعلمون أن وعد بالفور كان ممن لا يملك منحه لمن لا يستحق. صحيح. فضمن هذه المناسبة يتم تسليط الضوء، مثلا ثورة البراق، مثلا الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، كان كما عدة أنشطة. إذن دائما الأنشطة لمنتدى كوشان تتواكب ومع المناسبات الوطنية والتاريخية التي تخص الشعب الفلسطيني. لكن في المقابل أنا تحدثت قبل قليل أننا باعتبار أننا
نذهب باتجاه المخزون المعرفي عند والتكوين المعرفي عند النشأ الفلسطيني. نحن تناولنا مثلا فلسطين في الإعلام المقاوم، واستحضرنا شخصيات من خارج المخيم لإقامة هذه الندوات. نحن تحدثنا عن المسرح الفلسطيني منذ الأربعينات من القرن الماضي حتى الآن، وماذا يشكل المسرح بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكيف كان حاملا معرفيا المسرح للقضية الفلسطينية. تحدثنا عن مجموعة من الروايات، مثلا تناولنا مدينة الله للأديب حسن حميد التي يتحدث بها عن القدس. جملة من الأنشطة، يعني الآن عمر كوشان 5 سنوات، فخمس سنوات كانت مليئة بالعمل والجهد والنشاط. أكيد يعطيكم ألف عافية، ومن هيك تحية من خلالك أستاذ غسان لكل الأعضاء المتواجدين بمنتدى كوشان. اليوم مهمتكم جدا صعبة بالحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال الجاية وتوثيق الذاكرة الفلسطينية بحق العودة. اليوم بنهاية صباحنا اليوم ونهاية فقرتنا مع حضرتك، شو بتحب تقول لي اليوم للشعب الفلسطيني؟ نعم، أنا عبر هذا المنبر المقاوم أود أن أقول لأهلنا في غزة، في التاريخ غزا الرومان والتتار والمغول ونابليون بونابرت والآن الصهاينة، في التاريخ الجميع مضى وبقيت غزة تنهض من جديد كطائر الفينيق. لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون وأننا لمنتصرون بإذن الله إن شاء الله. وفي النهاية بس كلمة، تفضل. فلسطين لا تقبل قسمة على اثنين، صحيح. إما لنا وإما لنا، هذا أكيد. حق للشعب الفلسطيني وحلم لجميع العرب، كبرنا على هذا الحلم أستاذ غسان. يا رب إن شاء الله. أكيد فلسطين دائما بقلوبنا أستاذ، ودعواتنا دائما لأهلينا هناك. شكرا لك أستاذ غسان ولوجودك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. شكرا لك أستاذ غسان لحضورك. شكرا شكرا لدعوتك الكريمة. هادي نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، بدي لك شكرا لك. شكرا لك يا رشا. أكيد، وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، وللمصورين أكيد طارق وماهر، المخرج ميلاد الحسن، والمعدة أكيد حلا سلمان ملك، وكل الفنيين فادي وشباب والصبايا المتواجدين. يمكن حلو، يعطيكم ألف عافية، لقونا بكرة بنفس الموعد من هلأ لوقتا، كونوا بألف خير، باي باي. أكيد شكرا لكم مشاهدينا، وأكيد إن شاء الله فقراتنا كانت نالت اعجابكم، واكيد فريق الاعداد محضر حلقه جديده لبكره، تابعونا بنفس التوقيت ومن هلا لبكره، تبقوا بالف خير وصحه، باي باي.